هذه المسرحية التوجه لها كانت فكرة الأخ سعادة المستشار تركي آل شيخ. قال دكتور عبد العزيز يعني أنا أي مسرحية ممكن نستضيفها في الرياض، لكن مسرح الرعب ما كله عبد العزيز مسلم. قلت أنا ولدكم ومنيتكم هذه لقيتكم هذه. كان يقول أبي مسرحية من تراث الجزيرة العربية، وكون التراث السعودي والكويتي واحد، وين ممكن نلتقي بعمل؟ قلت له أعطني مجال 6 شهور راح أجهز عمل. بالفعل جهزنا ساحرة الشمال، أحداثها تصير في 1920 لقصة شبه حقيقية، قصة ساحرة صارت لها أحداث وما لقوا لها لا قبر لا هي ولا زوجها، وما يدون هل هي هذه البيت فعلا كان فيه ساحرة أو ما كان، لكن هذه الحتوتة. لكن القصة الحقيقية فيها محتوى نافع يعود بالنفع حق الجيل الحالي والجيل القادم من حيث الاعتقاد والإيمان بالنفس وكيف الالتفاف حول وحدة الصف. فزعزعة الأمن كون ساحر وخافون من أهل القرى. فأيضا احنا خليت اللهجة المسرحية ما بين الكويتية القديمة والنجدية والقصيمية مخلوطة اللهجة، فاستعنا في خبير لهجة من السعودية وخبير لهجة في الكويتية، معناه أنا حكي كويتي ومؤلف ولكن المصطلحات. والله يا دايب دايب الله وزي يا زي.